أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم اجز عنا والدينا الذين ربونا على طاعتك خير الجزاء اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمهم أحياء وأمواتا ارحمهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء ومن كان منهم تحت التراب اللهم فصب الرحمة على قبره صبا اللهم فيسر حسابه ويمن كتابه ويمن كتابه ويمن كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا مع والدينا وأولادنا وأزواجنا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة